it's, you know, it's a dream, but in reality, an idea doesn't have to necessarily have vision. An idea doesn't necessarily, you know, always need to happen, but it's allowing yourself to have that space, to have the idea. It's allowing yourself to think and wonder and have aspirations. الحلم مش مهم قوي، هو مهم طبعا بالنسبه لنا كل حاجه، لكن الاهم منه الرحله اللي احنا بنمشي فيها عشان نوصلها. هو السرطان بيفرق بين المسلم والمسيحي، الفقر بيفرق، البطاله بتفرق، مشاكل التعليم مفرقه، مشاكل الكهرباء، مشاكل العيش، مشاكل السولار دلوقتي. اي حاجه جديده، اي حاجه تفيد، اي حاجه انا اقدر اطلع بيها، اي contribution. My last word to you is a statement I believe in, which is Egyptians have proven to be true that the power of the people is much stronger than the people in power. دي اللي بتحمينا من ان احنا نبقى مجتمع مجنون او احمق او عبيط. ازاي؟ بان احنا نسيب كل واحد قادر على انه يشيل علامة استفهام بشجاعة ويشيل علامة تعجب بشجاعة ويسأل ويتساءل ويثير جدل في المجتمع، نحترم ونعرف ان الراجل ده هو اللي بيحمينا من حماقتنا وبيحمينا من ان احنا نبقى عبط، بيحمينا من الجنون. خاطر مختلف بيزق الناس لسكك مختلفة في التفكير وفي السلوك. بالنسبة لي أنا فكرة يعني مرادف إبداع. قبل ما ندور على إن الفيل كامل لازم نتأكد إن هو فيل حقيقي، قبل ما نحاول نحج بعضنا بعض بإن أنا الحل بتاعي هو الحل الأكبر أو الأكمل، لازم أتأكد إن هو الحل اللي بيؤدي النتيجة المطلوبة منه. يعني يكون تعليم بيعلم، تكون صحة بتعالج، تكون سياسة بتوصل الناس لنتيجة أفضل، بتكون كل مؤسسات دولة بتوصل الناس لعدل وحرية وكرامة. الوقت والأحداث اللي نصنعها بإيدينا نقدر نغيرها أو نغير نتائجها، نعيدها أو نستعيدها، هيبقى الحزن والفرح، السعادة والألم، الفشل والنجاح، الموت والميلاد، هما دول المعنى الحقيقي للوقت والمعنى الحقيقي للحياة. قال لي سيد إبراهيم: Every monkey can move and only a master has the wisdom to wait.